هاد الزياره ديال السيد الوالي جهه سوسمنسا ورئيس الجهه رئيس جهه سوسمنسا تندرج اساسا في تفقد يعني المعدات اللي تسلمها المستشفى الاقليمي خاصه في يعني في الخاصه ب يعني بالترويض ويعني والمختبر وطب الاطفال وطب النساء والتوليد، وتندرج اساسا في تقديم يعني الخدمات والرفع من العرض الصحي بالاقليم وتقريب الخدمات للمواطن باقليم طاطا. الهدف ديالنا هو انه نقلصوا من تنقل المرضى الى خارج الاقليم، يعني والهدف الثاني هو توفير جميع الخدمات الممكنه باقليم طاطا لنكون عند حسن المواطن المريض باقليم طاطا. الدكتوره الورادي حكيمه اخصائيه في طب وجراحه العيون، تشرفنا اليوم بزياره السيد الوالي ديال جهه اكادير طاطا سوسمنسا، اللي كانت واحد المناسبه اللي تسلم فيها اون بلوس المستشفى التجهيزات الطبيه ومعدات جديده اللي غادي تكون عندها واحد الوقع طيب على تجويد الخدمات الصحيه وتوسيع العرض. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الزياره غتعطي اضافه نوعيه من خلال مجموعه من المعدات التي توصل بها المستشفى الاقليمي بطاطا بشراكه مع المجلس الجهوي. هذه المعدات كما قلت غتعطي واحد الاضافه نوعيه، لا سيما انها ستعزز العرض الصحي بالمستشفى الاقليمي بطاطا، ومن خلالها ستساهم في تحسين الولوج الى الخدمات الصحيه بالمستشفى الاقليمي بطاطا. في اطار جوله التفقديه التي يقوم بها السيد والي الجهه والي جهه سوس يا اقاليم الجهه، قام السيد الوالي والوفد المرافق له بزياره إلى المستشفى الإقليمي للوقوف على مدى جاهزية المستشفى لتقديم الخدمات الصحية للمواطنين بجودة عالية. كما اطلع السيد الوالي على التجهيزات البيوطبية التي تم اقتناؤها بشراكة مع شركاء. أتقدم في الأخير بالشكر الجزيل لمن ساهم من قريب أم من بعيد في توفير هذه التجهيزات، وعلى رأسهم السيد العامل والسيد المندوب الإقليمي للصحة بإقليم طاطا، وشكرا. لا تنسوش تتابعونا على جميع وسائل التواصل الاجتماعي والاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس.